سيد محمد زيدان رئيس قسم الأبحاث في شركة AFB FX. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. أكيد الموضوع الأبرز يبقى موضوع البنوك المركزية. اليوم استطلاع تجريه بلومبرغ مع عدد من الاقتصاديين يظهر أن أغلبيتهم يعتقدون أن لا تقليص للتيسير الكمي أو تيبرينج قبل مارس 2014. ماذا يعني ذلك محمد للدولار ولأسعار الأسهم، خاصة وأنه كنا نتكهن بأنه انتهت جولة أو السايكل تبع ضعف الدولار مع إمكانية بدء تيبرينج قريبا؟ اهلا بك نادين. بالطبع بالطبع البيانات الاخيره خصوصا بيانات الوظائف الامريكيه نون فارم بيرول لما طلع النتائج المؤجله بسبب اغلاق 16 يوم للحكومه الامريكيه اوضحت لنا ضعف النمو، مع ان حتى الرقم 148 الف وظيفه هو لسه في متساوي مع الافريج 3 مانثز للوظائف او ال 151 الف للثلاث شهور اللي فاتوا. بس ضعف النمو الوظائف وانخفاض الامبلويمنت ريت او معدل البطاله من 7.3 7.2 بيرجعوا للاسواق، ترجعوا الى انخفاض المشاركه او خروج بعض الافراد من سوق العمل. طيب كل دوت بيخلي ان البنك الفيدرالي الامريكي بيشوف ان هو لازم يحتاج يعمل تيسير كمي او كوانتيتيف ايزينج لبرنامج شراء الاصول عن 85 مليار شهريا عشان يقدر يحفز الاقتصاد الامريكي ويعمل ريكفري. بالاضافه طبعا الحركه اللي عملوها الجمهوريين معانا واغلقوا الحكومه 16 يوم وخلى في لوست اوت بوت حوالي يقدر ب 0.6% من الجي دي بي، كل دوت بيخلي الاستبعاد التبرج مش ممكن يحصل معانا في 2013، مش موجوده في الاجنده معانا السنه. ماذا يعني ذلك للدولار محمد؟ بالتالي لازم ويك دولار، ات ويل بي ويك دولار، هيخلي الدولار كتير ان يكون صالح رؤوس الاموال او كابيتال انفلوز هتروح لهاي ييلدنج كرنسيز، هتروح لعندنا ريسك هير اسيتس او العملات ذات العوائد المرتفعه، السلع الاصول ذات المخاطر المرتفعه، بحثا على المستثمر او الاسواق هتبحث عن عوائد كويسه مستقره ممكن تاخد ريسك اون، يعني عندها قابليه تاخد ريسك اعلى في الفترات اللي جايه. فبالتالي من الناحيه الفنيه الدولار تفضل اكمل الفكره تفضل. من الناحيه الفنيه الدولار شفناه عند مستويات 79 13 وكان يمثل ناحيه تقنيه دعم قوي شويه، ممكن نشوف عمليه تصحيح خفيفه سوفت كوركشن، وبعد كده اعتقد ان ما دام الوضع كما هو عليه سيستمر انخفاض الدولار وهاي ريسك وهاي يلد كرنسيز هو اللي هيرتفعوا. انت عم تحكي عن الدولار اندكس الذي خسر 1.1% خلال الشهر الماضي بالطبع من بعد الارقام الاقتصاديه السلبيه التي تحدثت عنها والجفرمنت شت داون. محمد ساسالك من هي العمله المستفيده اكثر، بس قبل خلينا نتحدث عن اليورو بعض الشيء لانه اليورو عند اعلى مستويات منذ نوفمبر 2011 وذلك على خلفيه، يعني قد يكون هنا السؤال هل هو ضعف دولار ام قوه يورو، لا سيما وانه شفنا اسبانيا تخرج من الركود، ولكن مثلا اليوم ارقام اليورو اريا بي ام اي سيرفيسز اللي هي تقيس حركة قطاع الخدمات بمنطقة اليورو القراءة فوق الخمسين وهذا إيجابي، يعني توسع ولكنها أتت أقل من المتوقع، فهل تعتقد أنه هي قوة في اليورو بسبب الأساسيات أم هي ضعف بالدولار وأين ممكن أن يذهب اليورو؟ هناخدها من ناحيتين، هنقول ان هو ضعف الدولار بسبب نو تابرنج في 2013، هنقول انها قوه يورو ده عامل الاثنين. اولا البيانات الاخيره في سواء الصناعيه وخاصه لالمانيا في اكسبانشن فوق مستويات ال 50 اقل من المتوقع بس لسه احسن من السابق، دي من حاجه اولانيه. طيب هو في ريكفري، اوروبا شايفين فيها ريكفري، اسبانيا ريكفرد، ايطاليا مشكله سياسيه اتسولفت حلت، بيرلسكوني طلع بره الصوره، دي من العوامل التاليه. عندنا حاجه ثانيه الاوروبيان ستابيليتي ميكانيزم او اي اس ام الاسبوعين اللي فاتوا كان خد خطوه ايجابيه، كان اول مره يقترض حوالي 7 مليار دولار من اسواق المال لمده زمنيه مده 5 سنوات وعملها بفايده 1.9%. دوت بيدي شويه طمانينه للمستثمرين بناحيه اوروبا ان الاي سي ام يعتبر الذراع اللي بيتحرك في اوروبا سواء بيمول مثلا حكومات اليوروبيان ستابيليتي ميكانيزم اكيد اللي هي الميكانيكيه التي وضعوها لمساعده الدول التي لديها مشاكل. بالظبط الذراع المتدخل في اوروبا او في الاقتصاد الاوروبي بيمول حكومات وبيمول بيانات اقتصاديه، وطبعا عندنا كانت قبرص وكانت اسبانيا خير دليل، ممكن يتدخل مع بنوك يفتح كريدت لاين لدول، وكانت ايرلندا برضو خير دليل لينا ان هم يعملوا ريفاينانسنج.